تبارك الله على النظافة. الله عز الله عزكم. سيدنا السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام داخل المغرب وخارجه. غد وفيكم إن شاء الله قريبا قريبا آخر أخبار ومستجدات أول ناطحة سحاب في المغرب والثانية في إفريقيا. برج زين سمية، برج محمد السادس والمرافق التابعة له كما ترون. غادي نوفيكم إن شاء الله بالأخبار والمستجدات، واشنو كيديروا واشنو كيصوبوا وفين وصلوا إن شاء الله. مع اقتراب نهاية 2023 وإن شاء الله 2024 غادي يدخل علينا بأخبار سارة بحول الله. ما عليكم مشاهدين الكرام إلا تشاركوا في القناة ودعمونا وشجعونا، وما تنسوش لايك للفيديو، وغادي نوفيكم بآخر الأخبار والمستجدات لمشاريع المغرب. هذا أخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب.